السلام عليكم، مساء الخير للجميع. طبعا الحمد لله وصلنا اول هدف بالرحله. طبعا احنا الان شرق المدينه المنوره بوادي الخنق، فيه معلم رائع جدا اثري اسلامي، وهو سد معاويه رضي الله عنه الخليفه الاموي. سوى سد عباره عن جزئين مقسومات في وادي الخنق، واستمرت السدين هذول شغالات إلى سنة 654 يوم زلزال المدينة بسبب ثوران بركان المليسة. في فوهة بركان قريبة من هنا ثارت عام 654 وسببت زلزال في انهار السد. السد يتكون من جزئين، كنت صورت جزء واحد وإن شاء الله نصور الجزء الثاني ونصور لكم برضو الجزء الثاني الآن، بعني كنت صورته لكن ما يمنع إعادة التصوير. شوف الجدار اللي وراي ارتفاعه، مكان جميل رائع مربع مقبل بخير، تو نباتاته يعني صغيرة، في غدران جميلة. هذا الجميل إن شاء الله بروح بس لو أغسل وجهي من غدران الماء يكفي. أي والله، لكن نبي نتكلم عن السد هذا. طبعا هذه بواقي السد، ارتفاعه عالي جدا، كل اقل شيء 15 متر او اكثر. وهذا الجزء الثاني عريض جدا في وادي الخنق، في وفي المكان الضيق مسكرينه مع جهتين. باخذ لكم صوره من جوجل من الموقع وتشوفون كيف يتفرع الوادي ومسكرينه، وحوالي اشتغل اكثر من عهد معاوية إلى 654 عليك الحساب ما شاء الله. نبي نحاول عاد نرقى ونشوف السد من 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 فوق. طبعا أحجاره من سود بركانية، ومن هنا جيرية بيض أو كذا زي الطوب الأحمر. نبي نشوفه، ما أدري أرقى الجهة ذي ولا أرقى الجهة ذي، حتى الشمس تطهي من هنا واحدة من الجهات. نبي نرقى هذه مع أنه وعر، ترى الوصول للمكان هذا ترى وعر جدا، وعر جدا، ولازم ننجز قبل المغرب بإذن الله. ما شاء الله لقينا فوق وبنرجع أكثر. هذا السد من الجهة المقابلة من الصخور البركانية. المسافة بين الخطوط السود هذه قد تكون حتى يقيسون الماء، مقاس للماء. مبني بناء قوي جدا اكثر من 1400 سنه هذا البناء، وقص الحجر جميل، الاحجار البركانيه. يا سلام، هذه الجهه، هذه كنت صورتها لكن ما يمنعنا مره، وحطيت لكم صورة من جوجل للسدين، يعني اللي يجي هنا يشوف سدين جنب بعض. كنت أنا هناك. طبعا هذا الطوب اللي مبني منه الواجهة هذه طوب أحمر ثقيل، هذه كسر الفحم فيه، مطبوخة طبخ معنورة، مع شغل على مستوى. نبي نحاول نرقى شوي ان شاء الله، وباخذ عينه للجيولوجيين اشوف شنو نوعها بالضبط. طبعا عرض السد من هنا حوالي اكثر من 6 متر، ضخم جدا، لان احنا فوق الجزء المنهار من السد. الصراحه ضخم جدا وجميل، معلم اثري اسلامي رائع. شوفوا كيف ما نقدر، عاد ممكن تكون منهاره هذه المنطقة هناك، كنت والله ما شاء الله مخضرة. هذاك الجزء الثاني من السد، هذا يسمى سد معاوية، سد معاوية. وهذا البناء بناء الطوب الأحمر، هذا مردوم نوره وحجار بركانية، بالإضافة إلى عاد
ما نقول زخرفة، قد تكون مع الزخرفة تكون علامة مقاس. طبعا الجهة هذيك مبنية بالطوب أحمر، وزي ما قلت مقاسات هذه لا، أحجار بركانية مقصوصة كلها على نمط واحد، يعني هندسة معمارية ومائية رائعة باختيار الموقع وقص الأحجار بأشياء كثيرة جدا تدل على العظمة والمهندسين القدامة. ولا انهار إلا زي ما قلنا لكم يوم جاء انفجار بركان المليسة سبب زي الزلزال وانهار السد هذا، أكثر من 600 سنة شغال، ولو يرمم من هنا ممكن يشتغل الآن وادي الخنق. هذا الجهة المقابلة كلها أحجار بركانية شرق المدينة. شكرا لكم. صورنا لكم السد عنه الجهة الثانية اللي نزلتكم بجوجل جنب بعضهن 100 متر أو 200 متر بينهن، وهذا الثاني بس يبي له مدخل ثاني، هذا الجزء الثاني من السد ما شاء الله. ولقيت شيء زين أبى أصوره لكم بعد السنابة هذي، ما شاء الله هذا السد ضخم. الجهة ذي أعرض جدران، عريض جداره مرة، أذكر قسته ونزلته بالسناب وتويتر وكل شيء، ضخم جدا. وهذا السد الثاني الله يستر لا يطيح، بنا ضخم كيف جمعوا هالأحجار. طبعا رفيع شوفوا كيف الحدود البيض، هذه مقاس هذا ليك، بس هذا أكثر بنا يعني صامل لا يزال، ضخم جدا. وهذا الكسر وهذا الجزء الثاني، الجزء الثاني عاد اللي بيبحث يبي يلقى معلومات. وهذا مكان الكسر.